بعد الخطاب التاريخي الذي ألقاه سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه نيابة عن سمو الأمير شفاه الله، هذا الخطاب الذي حث فيه المواطنين على حسن الاختيار، وأمانة نتمنى من الله العلي القدير أن يحسن الاختيار جميع الناخبين في الدوائر بما فيهم الدائرة الرابعة، وبإذن الله سيكون لنا في حالة عندما يحالفنا الحظ لتمثيل أبناء الدائرة بكل أطيافها، سنتقدم بإذن الله بمشاريع قوانين تهم الشعب الكويتي وتهم المواطنين تحديدا ومباشرا، وهناك تعديل على القوانين التي كانت حبيسة الأدراج في مجلس الأمة لسنوات، والتي كان هناك صراع أضاع الوقت، وبعد رحيل الرئيسين نتمنى أن يأتي رئيس برلمان يهم الشارع الكويتي، يحمل همومه وقضاياه ويسعى إلى تأييد قوانين تهم الشارع الكويتي وتبني بناء الكويت الحديثة، وأيضا يأتي رئيس وزراء يختار وزراء أكفاء على مستوى عالي ليواكب السلطتين التعاون لبناء الكويت. وبإذن الله عن نفسي سأكون متعاون بالنواب بالعمل الجماعي لكي نبني هذا الوطن، وإذا كان هناك من الحكومة القادمة بعد ما حالفنا الحظ تحاول الالتفاف على القوانين التي تهم الشارع الكويتي، سنقف وسنفعل أدواتنا الدستورية في المحاسبة ولن نتوانى عن ذلك، وأتمنى التوفيق لجميع الإصلاحيين في كل الدوائر، وبإذن الله سنرى هذا قريباً.